هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني، فيها الذي والله لا عين رآت كلا ولا سمعت به الأذنان. أنهارها تجري. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ونور قلوبنا بالقرآن. الصلاة والسلام على سيد ولد عدنان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أبا القاسم الذي على النجوم والكواكب العظام، وعلى آله وصحابته بدور التمام ومصابيح الظلام وشموس دين الإسلام، الذين كانوا بعد نبيهم قدوة للأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الصادق الوعد الأمين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أيها الإخوة الكرام، تحيي الأمة الإسلامية في هذا اليوم الأغر ذكرى مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه الذكرى العاطرة ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، وحق لنا أن نفرح بهذه الذكرى العزيزة. ففي هذا اليوم أيها الأحبة، أذن الله عز وجل أن ترحم البشرية ببعثته بمولده صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالشكر لله عز وجل أن اصطفانا وجعلنا من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الله عز وجل أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم، أرسله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. أرسله الله عز وجل على فترة من الرسل وانطماس من السبل، فهدى الله عز وجل به إلى أوضح الطرق وأقومها. قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيها الأحبة، اعلموا أن هذه الذكرى العزيزة العطرة تذكرنا بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالديه والناس أجمعين. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكتمل إيمان العبد حتى يحب نبي صلى الله عليه وسلم محبة يقينية قلبية لا شوب فيها ولا نقص. ذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أيها الأحبة، هذه الوصية التي بين أيدينا بدأت بقسم، والنبي صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما يقوله، ولو لم يقسم فكيف به إذا حلف صلى الله عليه وسلم. هذا كله أيها الأحبة، هذا كله ليبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أهمية ما بعد القسم. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحبوني فإن حبي واجب عليكم. ولا يكتمل هذا الإيمان إلا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة إيمانية صادقة لا شوب فيها ولا نقص. لذلك أيها الأحبة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحبوني أعظم من أنفسكم وأولادكم ومن الناس أجمعين. يقول أبو الزناد، وهذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال في كلمات يسيرة جمع فيها أنواع المحبة الثلاثة:
محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد، ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد، ومحبة استحسان ومشاكلة كمحبة سائر الناس. فهذه كلها جمع النبي صلى الله عليه وسلم في محبته صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا كمال المحبة النبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا كمال المحبة النبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا إيمانا صادقا، إيمانا كاملا، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي الأخير نهنئ الأمة الإسلامية على هذا اليوم المبارك الأغر، فنقول لكم هنيئا لكم هذا اليوم المبارك، وطبتم وطاب ممشاكم. أخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان، غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد،